بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا فيما تقدم متن القواعد الأربع واستفدنا ولله الحمد فوائد منها أن النعمة ابتلاء. نعم، ما الدليل أن النعمة ابتلاء؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقلنا ليس الإشكال في وقت الضراء، في الغالب وقت الضراء التجئ إلى الله، لكن الإشكال في وقت السراء، وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. فلا بد للنعمة من تعلق قبل أن تأتي. لمن؟ لماذا؟ لأن الرزق لا يطلب إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. والدليل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لن يكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا الذي يكون من بعض الناس من نتصور لو تعرف عليه فلان وكذا، أو يسعى أو يقول ماذا صنع لنا العلماء أو ماذا صنع لنا الحكام وأين هؤلاء عنا وكذا. لماذا تطلب من الخلق يا أخي؟ اطلب من الله. وبعد أن تأتي لابد من الشكر. كيف تشكر النعم؟ كيف؟ قلب ولسان وجوارح، وكل نعمة بحسبه. فالمال ينفق في طاعة الله، والعلم لمن سأل، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. رأيت الإنسان يصلي إلى هذا الاتجاه، ماذا تصنع؟ نعم، تقول لي أخي القبلة من هنا. نعم، هذا لسان حال. أما لسان مقال لو قال لك أين القبلة؟ تقول الله أعلم. نعم، ترشد إلى جهة القبلة، وكن لك بهذا أجر. إخواننا وجوه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. كان بن قاسم يسافر ويطيل في السفر. وسائل المواصلات القديم ليس هناك يعني وسائل مواصلات متطورة كما هي في العصر الحاضر. يخرج أحيانا إلى العراق، إلى الشام، إلى الهند، إلى مصر، ويطيل في السفر. أحيانا تكون زوجة عبد الرحمن رحمه الله حامل، فيخرج وتأخر في السفر، يرجع أحيانا. من الذي يفتح له الباب؟ هذا الحمل. فقالت له زوجته يا عبد الرحمن الأولاد يحتاجوا إلى رعاية ولا بد أن تبقى معهم، ويكفيك ما جمعت من فتاوى شيخ الإسلام، والأولاد أولى. يقال أن الله سبحانه وتعالى ألهم عبد الرحمن أن يقول لها أنا وأنت شركاء في الأجر، نصف أجر الفتاوى لي والنصف الثاني لك. قالت والله يا عبد الرحمن ما أسألك بعد اليوم، اذهب، الأولاد علي وأنت عليك الفتاوى. الآن نحن هنا في هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. الذين يعني في الخارج ينظمون السير، والذين في المطبخ، والذين في كذا، والذين في كذا، نحن وهم أسأل الله يكتب لنا ولهم شركاء في العشر. فهؤلاء يعني يضحوا الآن من أجل أن تطلب العلم وتحفظ وتراجع. فالله الله يعني بهذه الأمور، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. طيب، من؟ نعم، ما الدليل
على أن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية. نعم. لكن الخصومة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ يعني يعرف التوحيد. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، فتح الله عليه. طيب، نعم، طلب القربة. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دون الله أولياء، والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، فتح الله عليك. بعد هذا، نعم، دليل الشفاعة. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، فتح الله عليك. طيب، يقول: دليل الشمس والقمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الشمس والقمر والملائكة والصالحين. نعم، مر معنا في الأصول الثلاثة: وسل الله الذي خلقهن إنهم إياه تعبدون. طيب، هذا واضح إن شاء الله تعالى. لماذا ندرس التوحيد تقدم معنا؟ لماذا ندرس هذا المتن، أي متن القواعد الأربع؟ نعم، ندرس متن القواعد الأربع. أولا، اتباعا لأهل العلم، نصيحة العلماء. ثانيا، لكشف الشبهات مشركي زمان، حتى نرد على بعض الشبهة التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه، لأن الكفار قال الله سبحانه وتعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، طيب، فتح الله عليك. نقسم القواعد أو نفهرس هذا المتن المبارك إلى ثلاثة أقسام. الأول المقدمة، وفي عنوان السعادة. قلنا هذه المقدمة في الحقيقة هي مقدمة للإمام ابن القيم رحمه الله، ولا ضيب أن هؤلاء العلماء يأخذوا ممن تقدم وساروا على هذه الطريقة. الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى دائما يركز على هذا الباب. ذكر لماذا ندرس التوحيد في الأصول الثلاثة، وكذلك هنا في القواعد الأربع، في كتاب التوحيد، وفي كشف الشبهات. فتح الله عليه. الثالث، القواعد الأربع. قال: نعم، القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب؟ والأصول الثلاثة تقريبا خلاصة لأي كتاب؟ كتاب التوحيد. لو قال لك قائل: لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا؟ نصيحة العلماء، وأن بعض العلماء ومنهم الشيخ صالح الشيخ يعني كان يمنع الطلاب من حضور درس كتاب كشف الشبهات إذا لم يدرسوا كتاب التوحيد. نعم، طيب، فتح الله عليك. عنوان السعادة. نعم، عنوان السعادة: إذا أعطي شكر. إذا أعطي شكر، وضد هذا: إذا أعطي كفر. الثاني: إذا ابتلي صبر. وضد هذا: إذا ابتلي تسخط. نعم، وإذا أذنب استغفر. وضد هذا: إذا أذنب قنط من رحمة الله ولم يستغفر. فليس الإشكال في أن الإنسان مذنب، لكن الإشكال في أن كأنه يذنب ولا يستغفر. لو جاء إنسان إلى هذا مثلا وقال: أنت صنعت قبل عام كذا، وقبل عامين كذا، وقبل ثلاثة كذا وكذا وكذا، فهذا يقول: أنا صنعت هذه الأمور لكن تبت إلى الله. يوجه إليه اللوم: أنت مثلا الآن
لو جاء عليك إنسان وقال يا أخي أنا أذكر أنك قبل 5 سنين كنت تحلق اللحية، فماذا تقول له؟ تقول نعم هذا أمر كان، وأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فلا يوجه اللوم إليك الآن. لماذا؟ لأن هذا ذنب كان وأقلعت عنه. لكن الإشكال في يعني الإنسان يذنب ولا يستغفر، صحيح؟ أي نعم، فتح وعمل. نعم الحنيفية هي مائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. من هم أولياء الله مع الدليل؟ نعم. أولياء الله هم المؤمنون والمتقون الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. والدليل قوله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب هؤلاء الأولياء يطيعون الله أم لا؟ نعم. طيب من بيده الرزق؟ فهل يمكن أن نطلب الرزق من الأولياء؟ ما يمكن. نعم في دولة من الدول يوجد رجل يزعم أنه من أولياء الله وأخذ أموال القرية كلها طبعا بالباطل، فهناك رجل من أهل القرية لم يبقى عنده شيء وأشرف عن هلك ولديه الشاة، فقال أنا آخذ هذه الشاة إلى السوق وأبيع ثم بعد هذا أشتري شيء من الطعام وأكل. عندما أراد الخروج إلى السوق وإذا بالولي، ماذا يصنع؟ ما يستطيع أن يخفي الشر، فقال إلى أين؟ الولي يقول لي هذا، قال قلت أن آكل واشتري طعام وأبيع هذه الشيء، قال لا تعطيني الشيء، قال ما أعطيك، ما بقي شيء، قال اسمع ترى الحجارة، هذه الحجارة أحجار صخور، قال ترى هذه الحجارة؟ قال نعم، قال هذه كانت في الأصل قطيع من الغنم لرجل ولم يرد أن يعطيني إياها فقلبت هذا القطيع إلى حجارة. هذا فكر تضيع الشيء ولا طعام ولا شيء، فقال لهذا الولي على زعمه، فقال اسمع يا ولي لماذا لا ترد هذه الحجارة إلى قطع غنم وأخذ أنا النصف وأنت تأخذ النصف ونرتاح الحمد لله، أنت مجابر اذهب اذهب وترك. إيه صحيح، لا يستطيع أن يخلق من العدم إلا الله، فكيف ما يزعم هؤلاء من الأولياء وكذا ويعظم القبور يذبح لها ويتقرب إليها؟ فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هؤلاء قبور، والله في بعض الدول أهل القرية يعرف أن هذا القبر قبر كلب كرمكم الله، أي وهناك أيضا في أحد الدول والله القبر هذا لرجل كافر ويعبد من دون الله، حتى أن رجل كان لديه حمار ومات هذا الحمار، قال والله أنا هذا الحمار لا أتركه للسباع لأنه يعني
قام وفعل يعني وصنع لي وقام بخدمة سنين. فخرج في أطراف القرية وأخذ يحفر يحفر يحفر، وضع الحمار ورمى عليه التراب، ثم رجع متعب إلى بيته ونام. خرج واحد من أهل القرية وجد قبر في أطراف البلدة، فرجع لأهل القرية وصاح فيه: فلان ولي من أولياء الله دفنته الملائكة بليل في أطراف القرية، اخرج. فخرج أهل القرية وأخذوا يطوفون ويذبحون. فهذا عندما استيقظ بحث ما وجد أحد في القرية، فخرج وجد هؤلاء يطوفون حول القبر. قال: وين لكم؟ ماذا تصنع؟ قال: هذا ولي من أولياء الله دفنته الملائكة بليل. قال: هذا حماري. فقلنا أن النظر لأهل المعاصي يكون من وجهين: نظر تحمد الله أن عافاك، تقول: يا رب الحمد لله الذي عافاني من ابتلاهم به، والله هذا ليس بجدي ولا باجتهادي. الأمر الثاني تنكر. فهذه المسائل لا تظن أن العلم يعصم من الوقوع في المعصية، لا، الذي يعصم هو الله. نعم، الذي يعصم هو الله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجفت والطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. تظهر افتقارك إلى الله وتعلم أن هذه النعم هي من عند الله، لا بد أن تشكر. نعم، شكر النعمة تعلق العبد ذكرنا. أحوال الناس عند المصيبة مع الحكم، أحوال الناس عند المصيبة مع الحكم. نعم، الأول والتسخط كبيرة، بل قد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. والتسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح. صبر، حكم الصبر واجب، ستعرف ثمرة حفظ هذه الأشياء بإذن الله، تستطيع أن تحكم على أي صلاة أنها صحيحة أو باطلة. نعم، دون أن تفتي، لكن تعرف من باب تعلم الآن. فبارك الله فيكم، تحفظ وتكتب لنا في ورقة وتسلم الورقة قبل الفجر فيها أمور تسعة: عيب، نطالب علم لا يعرف شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة. لو يأتي عامي الآن ولا يعرف هذه الأمور، ما يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة، لكن يعرف يصلي، نقول صلي، يأتي بالشروط والأركان واجبات تنتفع عنها صلاته صحيح، ولا نلزم بهذا، لكن طالب علم ويدعي أنه على طريقة السلف ولا يعرف هذه الأشياء، هذا ما يصلح أبدا. إذا من يحفظ؟ إذا ما يحفظ الطالب، من يحفظ؟ الثاني، لابد أن ترتب كما رتب العلماء. العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، أما إذا دخل هنا مشوش لا يخرج إلا إن شاء الله. تسأل طالب عن أركان الصلاة، يقول: أركان الصلاة السجود على أضع السبعة و التشهد الأخير وقراءة، تقول: احفظ وتعال. أما الثاني تسأل عن أركان الصلاة، يقول: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، حافظ. تسأل طالب عن الوارثين من الرجال في الفرائض، يقول:
الجد والابن والعم لأب والزوج. تقول يا أخي تعبت، ممكن تظل الفجر وأنت تعبت، لكن الثاني تقول أذكر لي وارثي. قال الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، الزوج المعتق. الحمد لله. هذا الذي تسأل تقول اقرأ لي كذا من القرآن مثلا، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ يقرأ، هذا حافظ. أما اللي قال والله لم أراجع أو انتظر قليل، هذا قال ما قلت لمحدث قط أعيد عليه. العلماء تعبوا، رتبوا لنا العلوم، ألفوا المؤلفات، بقي أن تمشي فقط. حتى مسائل كثيرة متفرقة جمعوها لك، احفظ على ما رتب العلماء، بعد فترة تعرف ثمرة هذا الترتيب. مثل ما ذكرنا مثلا لكم في الصبر، قلنا الصبر على طاعة الله، لماذا بدأنا بهذا؟ يأتي إن شاء الله تعالى، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. ترتب العلم، فإذا دخل العلم مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. نعم، وأبيت سهران وتبيت منعما تريد بعد ذلك لحاق، ما يمكن. فنود منكم بارك الله فيكم تأخذ هذه الأمور التسعة، تكتبها في ورقة، تحفظ، تراجع إلى قبل الفجر. وأبيت سهران، من طلب العلا نام الليالي، لا سهر الليالي، وقبل الفجر تقوم تصلي توتر، أقل الوتر أقل الكمال 3 ركعات، وأقل الوتر ركعة. قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر وهو يقدر عليه، أي ركع، من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو مرؤوس، لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. هذا قول من؟ أنا ما أتكلم بشيء، أنا ما أفتي. قال من ترك الوتر وهو يقدر عليه، يقدر عليه ركعة، فهو مرؤوس، لا تقبل له شهادة. توتر ثم تكتب الاختبار وتقدم الاختبار هنا مع صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بقي مسألة، قلنا بعض الطلاب هدانا الله إياه يتكبر على العلم والعلماء، يقول إيش هذا الرسالة، أنا هذه الرسالة عندي مثل شرب الماء، الدروس المهمة هذه دروس مهمة لعامة الأمة، أنا بس من عوام الأمة. هذا لماذا يكتب في الدورة هنا الدروس المهمة لعامة الأمة؟ هذه دورة لطلاب العلم، وإحنا عوام. أنا طالب علم، أقول تعال يا بطل نسألك عما في الدروس المهمة، أجبت الحمد لله، أنت أعلى من عوام الأمة، وإن لم تجب الأصل أنك لا تصلح أن تكون حتى من عوام الأمة، لا تعرف هذه الأشياء. والله إخواننا هناك من يتكبر على العلم والعلماء، ولا تعجب هذه المتون. قال إما أن تكون الدورة في الواسطية والحموية والتدمرية أو لا أحد، مع السلامة، ناقص واحد. ولا إشكال، ما أراد أن يسلك هذا الطريق، ما يصل هذا، انتبه، هذا ما يصل إلى ما وصل إليه العلماء. العلماء تدرجوا وحفظوا وضبطوا هذه المتون، وبهذا حاز الحنون بفضل الله. فإخواننا دروس مهمة لعامة الأمة. نعم، تقول أنا أريد أن أتعلم ولا أتكبر وأصبر. نعم، وهذا تقدم معنا في حلية طالب العلم، تصبر وتثابر وتحفظ وتراجع. قد يكون الحفظ الآن ركيك، لكن بعد الدورة قلنا تستمر على هذا البرنامج، تحفظ وتراجع وكذا حتى
تضبط البنون بإذن الله. طيب موعدنا الفجر إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وإياكم.